هلا والله فيكم بحلقة جديدة من قصص مرعبة. جبنا لكم اليوم قصة مرعبة. قبل ما نبدأ لا تنسون تزور اللايك واشتركوا بالقناة، واللي يخاف لا يكمل. والحين خلونا نبدأ. عنوان قصتنا: جني البيت. في يوم من الأيام كنت أنت جالس في صف المدرسة، وجاك صديقك العزيز يقولك عن خرافة سمع عنها، وهي أن في بيت معين في السوق يكون في جني داخله ويحقق الأماني مثل مصباح على الدين. طبعا أنت هنا ضحكت وقلت له مستحيل يصير كذا، وتفاجأت أن صديقك كان جاد في الموضوع ومصدق فيه وجالس يناظر فيك، وانت لاحظت أن عيونه فيها حاجة غريبة مثل كلمة. بعدها مسحت عينك ورجعت طلعت في عيونه مرة ثانية ولقيت أن الكلمة اختفت، فظنيت أنها من خيالك. بعدها قلت لصاحبك أنك تثبت له أن الموضوع هذا كله إشاعة، وهو أنك تروح اليوم إلى البيت وتصور من الداخل وتبين أنه ما في شيء اسمه جني يحقق الأماني. هنا صاحبك قال لك موافق، بس لازم تعرف أنه في شروط معينة لازم تحققها عشان تقدر تقابل جني، ولازم تتذكرهم كويس ولا تنساهم وتتبعهم بالترتيب. هنا ضحكت أنت وقلت له من جدك؟ فجأة طالعك صاحبك وقال لك الموضوع جد ما في مزح وركز في اللي يقول لك. هنا أنت بلعت ريقك وقلت له طيب إيش الشروط؟ قال لك أول شيء أنك لما توصل عند الباب تطق الباب 3 طقات ورا بعض، بعدها طقتين ورا بعض، وبعدين لما تدخل بيكون قدامك 3 أبواب لونهم أخضر. ادخل الباب على اليسار، وبعدها بيجيك ممر في مفرق طريق في يمين ويسار، انت روح للجهة اليمين، وبعدها راح تلقى بابين يحرسه حارسين، واحد منهم يقول الصدق دائما وواحد منهم يقول الكذب دائما. انت لازم تعرف اي باب هو الباب الحقيقي عن طريق سؤالهم سؤال واحد فقط. ما اقدر اغششك، لازم انت تفكر بنفسك. واخيرا وهذه اهم نقطة، راح تقابل جني وراح يسألك أسئلة مختلفة، مهما كان السؤال غريب أنت لازم تجاوب بنعم. انتبه ترى يسمع كل شيء أنت تسويه. هنا أنت سألت صاحبك كيف يعني يسمع كل شيء يسويه، ورد عليك صاحبك الكلام هذا مو لك أنت، وانت قلت له بعدين أجل مين الكلام، رد عليك ما علينا المهم احفظ الخطوات ورا تتحقق بنيتك. وهنا أنت قلت في نفسك أوكي راح أروح اليوم، ولما رجعت البيت رحت وانسدحت على سريرك وجلست تفكر في اللي صار اليوم. هل كلام صاحبي حقيقة؟ مستحيل. ايش هي الكلمة اللي شفتها في عينه مكتوبة؟ متأكد اني شفتها وبعدها اختفت. لحظة، صاحبي هل انا فعلا عندي صاحب؟ وايش كان اسمه؟ وليش قاعد انادي صاحبي بدال اسمه؟ غريبة، مو قادر اتذكر اسمه. وحاجة ثانية غريبة هي اللي خوفتني، كان يوجه كلامه لمين آخر شيء لما حذر أنه يسمع كل شيء؟ أسئلة كثيرة جتك وما لقيت لها حل، وقررت أنك تروح لبيت الجني يمكن تلقى جواب هناك. أول ما وصلت وقفت عند الباب وطقيته، وبعدها انفتح الباب من نفسه ودخلت، وقدامك كان في 3 أبواب مختلفة لونهم أحمر. غريبة، أنت كنت متأكد أنه قال خويك أن لونهم أخضر، أو يمكن أنك كنت غلطان. بعدها فتحت الباب على اليسار ودخلت فيه ومشيت في ممر طويل، وجاء قدامك 3 طرق مختلفة. هنا أنت استغربت، 3 طرق؟ أتذكر صاحبي قال لي طريقين، الحين إيش أسوي؟ قلت في نفسك خليني أروح للطريق اللي على اليمين، ورحت للطريق اللي على اليمين ومشيت شوي، وهنا قابلت بابين في حارسين، وقلت في نفسك الحمد لله نفس كلام صاحبي، وتذكرت أنك لازم تسأل سؤال واحد لهم عشان تعرف الجواب الصحيح، لأن واحد منهم كذاب دائما والثاني صادق دائما، بس المشكلة أنك لازم تعرف مين الكذاب ومين الصادق. هنا فكرت شوي مع نفسك ولقيت السؤال المناسب، قلت وبعدها جاوبك الحارس بالمكان الباب الصحيح. فتحت الباب ودخلت غرفة فاضية فيها طاولة واحدة فقط في الوسط،
وعليها شمعة. في البداية ما لاحظت شيء فيها، لكن كانت الغرفة شبه ظلمة، وأول ما عيونك تعودت على الإضاءة شفت شيء قدامك خلى قلبك يوقف من الخوف. شفت شبح أو شخص وجهه أبيض بالكامل ويبحلق فيك وأسنانه حادة. هنا قربت أنت من الطاولة وجلس في الكرسي، وبدأ الجني يتكلم ويسألك أسئلة. إيش اسمك؟ قلت له اسمك. كم عمرك؟ قلت له عمرك. وش جابك هنا؟ جاوبته إن صاحبك قالنا حقق الأماني وانت جيت عشان تبي تعرف الحقيقة. وسأل الجني، أنت هل متأكد أن عندك صاحب؟ جاوبته، أكيد متأكد. سألك الجني، طيب إيش اسمه؟ هنا أنت وقفت في محلك وقلت له ما أعرف شو اسمه. طالعك الجني وقال لك، ها أتذكرك أنا الحين، ليش رجعت لي مرة ثانية؟ هنا أنت استغربت وقعدت تفكر بينه وبين نفسك، لحظة، أنت من البداية وانت تسمي نفسك أنت وتتكلم عن ضمير الغائب. أنا عندي اسم، اسمي طلال، القصة هذه قصتي، مين أنت؟ هاي أنت من البداية القصة أنا بطلها مو أنت. هنا الجني ضحك وقال، بدري يا طلال، أنا بقول لك شو اللي صار. أنت أصلا جيتني بعد ما صار حادث أهلك كلهم ماتوا فيه، وتمنيت أنك تنسى اللي صار كله وتنسى اسمك، وبعدها حققت أمنيتك لك، لكن جزء منك مو راضي ينسى، وهو اللي جاك وسوى نفسه صاحبك وعلمك كيف تجي تقدر تهزمني يا طلال، لكن أنا قدرت أخليك توسوس وما توثق حتى في نفسك. هل تقدر تعرف إيش سويت أنا وخليتك تشك في نفسك؟ هنا طلال فكر وفجأة فتح فمه وقال، العين، الكلمة اللي في العين أنت حطيتها؟ ضحك الجني وقال، إي أنا حطيتها عشان أخليك تشك وتفكر، وهذا اللي عجبني في الإنسان، دائما يشك حتى في نفسه. والحين انتهى الوقت وراح تصير جزء من الغرفة، راح أخليك تصير طاولة ثانية. هنا صرخ طلال بأعلى صوته وتحول إلى طاولة. بعدها الجني قال، وانت أعرف أنك جالس تسمع كل شيء يصير هنا، جاوب على هذا السؤالين من البداية. وطلال شاف الباب لونه أحمر، بس ليش اختلف كل شيء في البيت عن الشرح اللي أعطى نفسه فيه؟ والسؤال الثاني، إيش السؤال اللي سأله طلال للحارسين وعرف أي باب منهم الصحيح؟ اكتب جوابك تحت في الكومنت، وإذا غلط راح أزورك اليوم في بيتك. وهذه كانت قصتنا المرعبة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسون تعملون باللايك واشتركوا بالقناة. كماكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.